انتقل لخبر آخر فيما يخص المنتخب، يعني خبر بشكل سريع. البرنامج المعد من قبل إدارة المنتخبات لزيارة الأندية سوف يقوم بعض أعضاء الأجهزة الفنية والمدربة والإدارية والطبية في المنتخب الأول، وعلى رأس مدير المنتخب والمدرب فرانك ريكارد، بزيارة لناديي التعاون والرائد في منطقة القصيم يوم غد الأحد. بالتأكيد إدارة المنتخبات أعدت برنامج مماثل لزيارة الأندية من قبل الأجهزة الفنية والإدارية، تم البدء فيه يوم الأربعاء الماضي. مش الأربعاء الماضي، قبل أسابيع بس عشان أصحح، هو يوم 14 ديسمبر بدأت الزيارات حسب ما ذكر في الخبر. سامي، تعليق سريع بس على الموضوع، تشوف انها ايجابيه الزيارات؟ ممكن اكيد الاقتراب المدرب والجهاز الفني والجهاز الاداري هذا الشيء مطلوب، وكان يفترض انه يكون وفق جدوله منذ وقت مبكر، يعني استغلال واستثمار تواجد ريكارد. طيب عدنان، ضروره ام كماليات؟ والله هي خطوه ترى يعني ما هي جديده، ترى في كانت في فتره ايضا الله يذكره بالخير الاستاذ فهد المصيبيح، ولابد انه يعني في تقارير قدمت للإدارة الحالية أثبتت نجاحها، وإن شاء الله إنها هي تكون مكملة لجهود نشوف يعني نجاحها على أرض الواقع. طيب،